السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الإعلان عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق علي محمد فال، والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام. منظمة نساء الإصلاح التابعة لحزب تواصل تبحث في نواكشوط دوافع الاستفتاء الدستوري وسبل إسقاطه. منتخب المرابطون يحتل المرتبة 93 عالميا وفق التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق علي محمد فال متأثرا بأزمة قلبية ألمت به في إحدى بوادي ولاية تير الزمور. وقد أعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد 3 أيام، وقد تولى الراحل رئاسة موريتانيا لفترة انتقالية بعد انقلاب 3 أغسطس ضد نظام الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد للطائع، قبل أن يسلم الرئاسة في العام 2007 لأول رئيس مدني منتخب سيدي محمد الشيخ عبد الله، ويعارض لاحقا نظام الرئيس الحالي. نتابع. الموت يغيب الرئيس الموريتاني الأسبق علي محمد فال متأثرا بأزمة قلبية ألمت به بعد 6 عقود ونصف أمضى معظمها بين الحقلين العسكري والسياسي. ولد الرئيس الأسبق علي محمد فال عام 52 900 وألف، بدأ تعليمه الابتدائي عام 60 900 وألف، وهو عام حصول موريتانيا على استقلالها عن المستعمر الفرنسي. حصل محمد فال على شهادة البكالوريا في العام 73 900 وألف، بعدها أجيز في القانون من إحدى جامعات المملكة المغربية. شارك محمد فال خلال حقبة السبعينيات في الحرب التي دارت رحاها بين موريتانيا وجبهة البوليزاريو. التحق الراحل علي محمد فال مبكرا بالمؤسسة العسكرية التي تقلد فيها مناصب مختلفة بين عامي 79 و84 900 وألف. في العام 85 تولى الراحل إدارة أمن الدولة، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2005. قاد محمد فال انقلابا على الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد الطائع في 3 أغسطس 2005، وتولى على إثر ذلك رئاسة البلاد لفترة انتقالية استمرت إلى غاية 19 إبريل عام 2007، حيث سلم السلطة لأول رئيس مدني منتخب في موريتانيا سيدي محمد الشيخ عبد الله. ترشح محمد فال للانتخابات الرئاسية عام 2009، وانضم بعد ذلك للقوى السياسية المعارضة لنظام الرئيس الحالي محمد عبد العزيز. شارك في معظم المسيرات التي نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في شوارع العاصمة نواكشوط ضد سياسات النظام، كما شارك في بعض مؤتمراته الصحفية وندواته السياسية. رحم الله الراحل وأسكنه فسيح جناته. إلى شأن منفصل، حيث نظمت نساء الإصلاح التابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل ندوة في نواكشوط بحثت موضوع دوافع التعديلات الدستورية وسبل إسقاطها. تطرقت الندوة لموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من التعديلات الدستورية المرتقبة ومن الحوار السياسي الذي تعتبر التعديلات ناتجة عنه. المنتدى أن فيه مشاكل في موريتان، فيه مشاكل تتعلق بالصراع السياسي، وفيه مشاكل إعادة نمى هذا الحكم تتعلق بالجوانب المتعلقة بالوحدة الوطنية والمشكل الاقتصادي وخلافات في عديد من مجالات الحياة. من رأي كاننا نزيدوها بعلنا أيضا الناس اللي ضد تغيير العالم والله ضد تغيير النشيد والله عندها مواقف، نزيدوا لها مواطنة المشاكل وأيضا الخلافات. بالنسبة لنا ما عندنا أي في منتدى ما عنده أي دافع لتغيير العالم، يعتبر أن هذا علم أنه عرفه البلد منذ نشأته وعرف به البلد منذ نشأته، وإعلن ما هم عليه ملاحظات، وإعلن أيضا المبررات لزيادته بخطوط والله
أمور أخرى أنها مبررات واهية ولا عندها أي ما فيها أي مصلحة ولا تستدعي اللي مبارك معه. قال رئيس اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية محمد نعمة عمر إن فوضى الحرية أفضل من انضباط الاستبداد على اعتبار أنها تؤدي إلى ترسيخ الديمقراطية وولادة صحافة لا تدين بالولاء إلا للشعب وهمومه. وعبر نعمة عمر خلال تخليد الاتحاد المعلن عن تأسيسه حديثا لذكرى اليوم الدولي للصحافة، عبر عن طموحه إلى أن يكون الإعلام سلطة حقيقية في البلاد. إن طموحنا اليوم هو أن يصبح الإعلام سلطة حقيقية تنير الطريق للسلطات الأخرى عن طريق نقد أدائها وإنارة الرأي العام، وهي مهمة عظيمة لأن المحافظة على الديمقراطية رهينة بها. إننا اليوم نفضل فوضى الحرية على انضباط الاستبداد، ذلك أن فوضى الحرية ستؤدي حتما ولو طال الانتظار إلى ترسيخ الديمقراطية وإلى ولادة صحافة لا تدين بالولاء إلا لشعبها وهمومه. أما انضباط الاستبداد فإنه وإن أغرى البعض في البداية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الخراب. دعا نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم والمختار السالم إلى الوعي بضرورة عدم حجب المعلومات وإتاحتها للصحفيين. وأضاف للمختار السالم خلال أمسية بنواكشوط تخليدا لذكرى اليوم الدولي للصحافة أن التجربة أثبتت أهمية منح الصحفيين المعلومات لقطع الطريق أمام انتشار الشائعة. الوصول إلى المعلومة هو أهم شيء يجب أن يكون يعتمد عليه الصحفي، لأن المعلومة هي أساس الخبر، خصوصا أن تعود من مصادر أو تعود مصادر الأخبار منفتحة. وين تغيب المعلومة بالتأكيد لا يبقى قدامنا شنو؟ لا يبقى قدامنا إلا الإشاعة، والإشاعة هي أخطر شيء على الصحفي في حد ذاته والمادة الإعلامية في حد ذاتها، ونتائجها أيضا تعرضها على المجتمع لأنها نتائج خطيرة على المجتمع. وبالتالي أعتقد على أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش، يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى أن السلطات الموريتانية تعي على أنها يجب أن تنفتح مصادر الأخبار. وأعتقد أن الأيام الأخيرة أعطتنا دليل ذلك، لأن في ظل غياب حجب المعلومة فوتنا هون تقريبا فترات ناس ما هي عارفة شنو، لا قلت ما عندها معلومة دقيقية ذكية، إلين فرجوا عن المعلومة في آخر لحظة كانت هي السبب في تهدئة الأوضاع. وبالتالي أعتقد على أن هذا يا الله يوعيهم على أن مصادر الأخبار يجب أن تنفتح. وقال وللمختار السالم إن الحرية وحدها لا تكفي، وإنه لا بد من روافد أخرى مساعدة من بينها وجود مصادر تمويل مستقلة، مطالبا الجهات المعنية بالإفراج عن قانون الإشهار الذي قال إن غيابه أثر على المؤسسات الإعلامية الموريتانية. هنالك عائق آخر كبير ومهم، لأن فعلا الحرية مهمة ويا الله تخلق، وربما المقاربة اللي قال السيد الرئيس سارك أفضل، لأن الحرية الفوضى بالحرية أشبه من الانضباط في الدكتاتورية تحت ظل الدكتاتورية. يقير الحرية وحدها ما تكفي، لازم نعود هنالك دعائم أساسية وروافد أساسية للحرية، ومن أهم الروافد الأساسية هو مصادر تمويل مستقلة تمكن من الصحفي، لأنه يعود عنده مصادر تمويل مستقلة لا يمكن أن تؤثر على خطه التحريري. وفي هذا السياق نجدد المطالبة بالإفراج عن قانون الإشهار، لأن حجب قانون الإشهار وتوقيفه على أنه يلقي بظلاله اليوم على المؤسسات الإعلامية التي بدأت تنهار وتموت في صمت. لذلك نطالب من جديد بالإفراج عن قانون الإشهار. نظمت الجمعية الموريتانية لقصير القامة حفلا بمناسبة ذكرى الثانية لتأسيسها تحت شعار لنتضامن من أجل غد مشرق لذوي الإعاقة. رئيسة الجمعية قالت في كلمتها إن الجمعية بدأت بثلاثة أشخاص لتصبح بعد أسابيع جمعية تحتضن العشرات من المنتسبين والمتطوعين، لتكون بذلك بادرة أمل ونور في حياة قصير القامة. متابع. الجمعية الموريتانية لترقية وحماية قصير القامة
تنظم حفلا بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها، وذلك تحت الشعار لنتضامن من أجل غد مشرق لذوي الإعاقة. الجمعية حسب القائمين عليها بدأت قبل سنة بمبادرة من 3 أشخاص لتصبح بعد أسابيع جمعية تحتضن العشرات من المنتسبين والمتطوعين، لتكون بذلك بادرة أمل ونور في حياة قصيري القامة، وها هي تحتفل بذكراها الثانية. الجمعية عقدت أول اجتماع لها في 3/1/2015، ولله الحمد حصلت على ترخيص 5/5/2015. وهذه الجمعية تحتاج الدعم كثير، راني نوجه هون الطلب لجميع الشعب الموريتاني وعلى راسهم السيد محمد عبد العزيز رئيس الدولة، مع انه هو رئيس الفقراء، قطعا هذه الجمعية تستحق كل شيء في اللي تكون لها من الفقراء والضعفاء. ما دور فضاء، ما دور شيء، دور دعم، دور تكوين. القائمون على الجمعية يقولون إن مستوى الإقبال على مشروعهم من مختلف الفاعلين الرسميين والجمعويين يدل على أهمية هذا النوع من الأعمال التخصصية التي تلبي رغبة لدى منتسبيها. هذه شريحة كبيرة وناضجة ومستعدة ولها خصوصيات في هذه الفترة القليلة، في 3 سنة من الزمن اكتشفنا أن لديها استعداد كبير واستجابة وحضور. آخر ما مكننا أن نجعلها تحت المحك هو يوم تطوعي للمجتمع المدني لنظافة نواكشوط، وكانت هذه الجمعية حاضرة وكان بحضور كبير على شاطئ البحر لتنظيف الشواطئ والأماكن التي ستمر بها الضيوف التي زارت موريتانيا بمناسبة اليوم الوطني للنظافة وحماية الطبيعة. هذا وتعاني شريحة المعاقين بشكل عام من عدم وجود إحصاء دقيق بأعدادهم، حيث تبقى الأرقام الحقيقية لهذه الشريحة جد أساسية لمعرفة الأعداد الرسمية للمعاقين ونسبة كل إعاقة على حدة. فالسياسات والخطط لا يمكن أن توضع إلا بناء على أرقام واضحة تمكن من وضع برامج للنهوض بكل عينة تبع لاحتياجاتها، فضلا عن مساعدتها في التخطيط لحل المشاكل التي يطرحها التنظيم والتأهيل والتكوين والدمج. ومعنا في الاستوديو بنت صو موسى رئيس الجمعية الموريتانية لقصير القامة. أهلا وسهلا. بداية، لماذا جمعية تهتم بقصير القامة؟ ما الدواعي وما الأسباب؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أنا مرابطون على إتاحة الفرصة، كما استغل الفرصة أيضا لأعزي شعب الموريتاني بمناسبة رحيل الرئيس السابق الإمام محمد فال. الهدف والسبب الذي أدى بنا إلى إنشاء هذه الجمعية أنه على عموم التراب الوطني حسب ما تؤكد الاتحادية الموريتاني لجمعيات أشخاص ذوي الإعاقة، لا توجد جمعية تهتم بهذه الفئة، رغم اعتراف المنظمات الدولية بأن هذه الشريحة شريحة من الشريحات ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى الدعم والرفع من مستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لكن يعني من أين جاءت فكرة تأسيس أن تكون هناك جمعية لقصير القامة؟ لأن هذا ملفت في الحقيقة. نعم، هذه الفكرة كانت موجودة قائمة، هي كانت فكرة مكونة من 3 أشخاص، من رئيس تكتل النساء العلاقات، ومن أنا شخصية، ومن رئيس الاتحادية الموريتانية لجمعيات أشخاص ذوي الإعاقة. بعد الاجتماع قررنا أن أقوم بإنشاء جمعية تهتم بهذه الفئة، حيث لا توجد جمعية تهتم بهذه الفئة، وهذه فئة مصنفة على أنه أي إعاقة. إذا نظرنا إلى الجانب الإعاقات الأخرى مثل الصم والبكم، توجد عشرات من الجمعيات تهتم بهذه الفئات، لكن قصار القامة أو الأقزام كما يسميهم البعض لا توجد جمعية تهتم به. لذلك قررنا أن ننشئ جمعية في موريتانيا تهتم بهذه الفئة من العلاقة وتدعمها في المجتمع وتقدم لها كل ما تحتاجه إن شاء الله. هل توجد إحصائيات بشأن أعداد هؤلاء قصيري القامة؟ حتى هذه اللحظة نحن رغم أننا جئنا إلى العديد من المرات إلى الجهات الرسمية، لا توجد حتى اللحظة إحصائيات رسمية تحدد نسبة ذوي الإعاقة القامة القصيرة بالضبط في موريتانيا، رغم وجود النسبة مثلا المعاقين بصفة عامة على عموم التراب بمختلف الإعاقات 10%، إلا أن هذه الفئة لا توجد إحصائيات رسمية تحدد نسبة هؤلاء في المجتمع.
كم يعني نسبة الموجودين من هؤلاء قصيري القامة في الجمعية داخل الجمعية؟ معظم الموجودين في الجمعية هم من قصيري القامة، لأن المكتب التنفيذي باستثنائي أنا يتكون من قصيري القامة. كم أعدادهم تقريبا؟ العدد حتى اللحظة يمكن نقول يزيد على 60. طيب ما الذي أضافته الجمعية بالنسبة لهؤلاء؟ هل يحسون فعلا بأنهم يعني محاقون داخل المجتمع؟ هناك مشاكل يعانيها هذه الفئة وبدأنا في تحسينها، مثلا الجهل والفقر لا يجتمعان في شخص إلا وانهارت حياته، لأن مثلا نسبة هؤلاء لا حتى اللحظة لم نتمكن حتى اللحظة من العثور على شخص معاق وحاصل من شخص من هذه الفئة حاصل على شهادة عليا وحتى شهادة التعليم الإعدادي إلا شخص أو اثنين، بمعنى أنهم كانوا يعانون. أما نحن الآن تمكننا من جمعهم في جمعية يتشاورون يلتقون نكون نعطر نحاول قدر الإمكان أن نقدم مشاريع مدرة دخل تكون مفيدة لهذه الفئة ونكونها أيضا، لأن كما يقول الصينيين علمني مهنة أعطيني علمني كيف أصطاد سمكة ولا تعطيني سمكة، ولكن أنا أعتقد أن الصيني والنسوي أيضا أن يضيفوا أعطيني وسيلة أصطاد بها، لأن نحن الآن نكون معطر لكن هذه التكوينات لا تجد أيام صغيرة حيث أن هذه التكوينات تكون في مهب الريح، لأن نحن حقيقة لا توجد لدينا الإمكانيات المادية الكافية لكل تكوين يعني يصاحبه دعم مشروع معين. لكن في مجتمع كموريتانيا مثلا هل يكون قصر القامة معيقا؟ شوف الإعاقة أولا هذه نورة المجتمع، لأن نحن مثلا لدينا بعض الأحيان نجتمع في الاجتماع الأول أو الثاني اجتمعنا سألت بعض الأهالي لما لا نذهب أطفالكم إلى المدرسة، يقولون مثلا نحن لا نترك أطفالنا يذهبوا، لأنهم يقولون لماذا أنت قصير، لماذا أنت رأسك فخم، لماذا أنت لماذا لماذا لماذا، هذه أسئلة تجعل عقدة في النفس، لأن إذا نظرنا في الحقيقة أن الإعاقة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون عائق بين الشخص وأن ينمي مهاراته أن يكون عامل أن يكون موظف، لكن المجتمع والجهات الرسمية هي المعنية ونحن أيضا معنيين من خلال التوعية والتحسيس. لكن يعني ما مستوى إعاقة هؤلاء بالمقارنة مع الإعاقات الأخرى؟ هذه إعاقة تكون يعني بين ليست إعاقة بأن مثلا من هو الشخص المعاق، أولا يجب أن نعرف من هو الشخص المعاق لنتمكن من تصنيف هذه الإعاقة، أن الشخص ما هو تعريف شخص المعاق أصلا، لأن الشخص المعاق ليس شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كما يقال في السابق، لأن الشخص قد يكون معاقا ولا يحمل السكري ولا يحمل ضغط الدم ولا يحكم فيروس الأيدس ولا يحمل أي هذه الفيروسات ويكون شخص طبيعي. أما الإعاقة هنا هذه إعاقة نقول بأنها معاق ككل المعاقات، ليست بالوراثة بالضرورة وليست أيضا بالعدوى ولا أي أشياء من هذا القبيل. وما التحديات التي تواجه هؤلاء؟ يعني هم قصيروا القامة، هل ننتظر مثلا أن يكون طويلوا القامة معاقون؟ هي كل شخص مشروع إعاقة، كل شخص معرض إلى أن يكون معاقا، لكن الأهم نحن في الجمعية لا أقول ما يواجهها، هي مواجهة للمجتمع وليست لفئة معينة، كلنا نواجه وكلنا لدينا مشاكل. مثلا نحن الآن التحدي الأكبر الذي نواجهه في الجمعية التي تحتضن العشرات من هؤلاء هو عدم وجود مقر ثابت للجمعية وصعوبة الحصول على التمويلات سواء من الجهات الموريتانية أو الممولين الدوليين. وما الذي تقدم الجمعية لهؤلاء؟ نعم. على أي أساس؟ هل يعني رصدت مستوى احتياجاتهم وطبيعتها وعلى أساس ذلك يعني جعلت أولويات لدى هؤلاء؟ نعم نحن ما الذي تقدمه لهم؟ نحن بعد الإنشاء مباشرة قمنا باجتماعات أو دورات مشاورة نتشاور فيها عن الحاجات والمشاكل وكلها تم تشخيصها. الحاجات الجهل، الفقر، الأمية، هذه توجد في غير قصير القامة، توجد في كل لكن المجتمع. هم كفئة يعني هم كفئة الآن ما الذي يواجهه؟ أن مثلا أنك تشوف مثلا شهاد باقي الإعاقات الصم البكم المعاق المكفوفين تشوف فيهم حاملين شهادات عليا ويدرسون ويشتغلون ولا أما الآن في جميع قصير القامة لا يوجد شخص حسب علمي لا يوجد شخص من هاي الفئة موظف، ويعني باستثناء واحد موظف في مفوضية حقوق الإنسان، أما الآخرين فهم لا يوجد لديهم أي مستوى. نحن سعينا إلى إنشاء مشاريع مدرة للدخل والحمد لله وفقنا في ذلك، وأيضا نقوم دائما بدورات تكوين وإن شاء الله في صدد على الأكفر في مدى أسبوعين إن شاء الله نقدم إن شاء الله دورة تكوينية لصالح هؤلاء. إذا بنت صو موسى رئيس الجمعية الموريتانية لقصيري القامة، شكرا جزيلا. لك.
أعلن في الجزائر عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت الخميس، حيث حصل على 164 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 97 مقعدا. ورغم تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة النتائج في هذا الاستحقاق البرلماني، إلا أنه فقد الأغلبية داخل البرلمان. متابع. قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن حزب جبهة التحرير الوطني حل في المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، حيث حصل على 164 مقعدا من بينهم 50 للنساء، فيما حصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة على 97 مقعدا من بينهم 32 امرأة، وهو الحزب الذي حقق تقدما كبيرا بالمقارنة مع غيره من حيث عدد المقاعد. وأكد بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي أجريت الخميس بلغت 38.25%، وأعلن أن الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني احتل الصدارة، فيما احتل التحالف الإسلامي حركة مجتمع السلمي المركز الثالث ب 33 مقعدا من بينهم 60 نساء، فيما حصدت القوائم الحرة على 28 مقعدا. ورغم تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة نتائج في هذا الاستحقاق البرلماني، إلا أنه فقد الأغلبية في البرلمان، ليكون حزب التجمع الوطني الديمقراطي المستفيد الأكبر في هذه الانتخابات. وقد شارك في انتخابات سادس برلماني جزائري في عهد تعددية، وأول برلمان منذ المصادقة على الدستور الجديد السنة الماضية، والذي أحدث هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال. شارك 57 حزبا تنافسوا على 462 مقعدا، فيما بلغت عدد قوائم المترشحين 541 بإشراك النساء بنسبة بلغت 32%. وكانت النتائج الأولية أظهر تقدما واضحا لأحزاب السلطة، وهما حزب جبهة التحرير الذي يقوده جمال العباس، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة أحمد يحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ما يؤشر على استمرار التوازنات السياسية على حالها في المشهد الجزائري، رغم المحاولات التي قامت بها أحزاب المعارضة بمختلف أطيافها لاستقطاب الناخبين من أجل صناعة مشهد جديد والحد من هيمنة أحزاب الموالاة على مقاعد البرلمان. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال في وقت سابق إن الهيئة تلقت 2300 إخطار من مختلف الأحزاب المشاركة تتعلق بالخروقات وسير العملية الانتخابية. رياضيا في هذه النشرة، صنف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المنتخب المرابطون في الترتيب الشهري الصادر عنه، صنفه في المرتبة 93 عالميا والثالثة 23 على المستوى الإفريقي. وكان منتخب المرابطون قد خرج من التصفيات الأخيرة في المركز الثاني خلف المنتخب الكاميروني المتصدر. تابع. المرابطون يحتلون المركز الثالث بعد 90 في آخر تصنيف شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والمركز 23 إفريقيا. صعود للمنتخب الوطني متواصل في سلم ترتيب المنتخبات العالمية، يقابله في الجانب المظلم الآخر إخفاق متواصل في كل البطولات الرسمية. وما بين ثنائية الصعود والإخفاق يبقى الشارع الرياضي الموريتاني يطرح السؤال التالي: متى يصل المنتخب الوطني لبطولة الأمم الإفريقية؟ ألم يحن الوقت؟ في التصفيات الماضية خرج منتخب المرابطون في المركز الثاني خلف المتصدر الكاميرون، وكان على بعد مرمى حجر من الوصول لولا الخسارة ذهابا وإيابا من منتخب الأسود، ولولا الخروج أيضا بالتعادل من غامبيا في لقاء كانت الكفة فيه تميل للمرابطون. ويقول كثير من المتابعين إن الفرنسي كورنتان مارتينز لعب على التعادل، بل إن تشكيلة المنتخب الوطني المرابطون
أطلقت العنان للأفراح في الملعب الغامبي بعد نهاية المباراة بالتعادل والخروج بنقطة تراها التشكيلة ثمينة آنذاك. في التصفيات الحالية خرجت القرعة وكان المنتخب في مجموعة على رأسها منتخب بوركينا فاسو وأنغولا وبوتسوانا، فانقسم الشارع الرياضي إلى طامح بالوصول معتبرا أن القرعة كانت رحمة، بينما ذهب الشق الآخر إلى أن هذه المجموعة لا تقل شأنا عن المجموعة الماضية، لاسيما أنها تضم منتخب بوركينا فاسو. فهل ينجح منتخب المرابطون في كسب الرهان بالاستحقاقات القادمة، أم أن المجموعة الحالية ستسير فرقها على نفس منوال الفرق الماضية وتتغير الحسابات وتسلك بطاقة العبور منعرجا آخر؟ إلى الشأن الفلسطيني، حيث دعت الهيئة العليا لأسرى فلسطين إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل الضغط على سلطات الاحتلال ومنعها من التغذية القسرية للأسرى. وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بأن سلطات الاحتلال قد بدأت التحضير الأولي لاستجلاب أطباء من الخارج لتنفيذ خطوة التغذية القسرية. نتابع. حذرت الهيئة القيادية العليا للأسرى الفلسطينيين من إقدام الاحتلال على تنفيذ التغذية القسرية للأسرى المضربين عادة ذلك إعلان حرب. وقالت الهيئة في بيان الجمعة إن عزم وزارة الإرهاب الصهيونية جلب أطباء مرتزقة من الخارج لينفذوا التغذية القسرية للأسرى المضربين هو عمل حربي مرفوض، رفضه الأطباء الصهاينة أنفسهم لما يمثله ذلك من تهديد حقيقي على حياتهم، وهو شكل آخر من أشكال سياسة القمع والإرهاب ضد الأسرى الذين يخوضون بشرف معركة الحرية والكرامة. وكانت وسائل الإعلام العبرية ذكرت أن سلطات الاحتلال بدأت التحضيرات الأولية لنقل أطباء من دول أجنبية لتنفيذ التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين، وذلك بعد موقف نقابة الأطباء في إسرائيل الرافض لتطبيق الإطعام القسري لما يترتب عليه من نتائج قاتلة. وعدت الهيئة الفلسطينية هذا الإجراء بمنزلة إعلان حرب على الأسرى وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع في السجون وخارجها. ودعت الهيئة جميع الأسرى البواسل الأحرار إلى الاستعداد والجاهزية الكاملة لأي تطور قد يطرأ على أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام. وفي الوقت نفسه استنفرت كل المؤسسات الحقوقية والقوى الحية في الشعب الفلسطيني والأمة والعالم للتحرك العاجل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط على الاحتلال لحماية الأسرى من قمعه وإجرامه وساديته. دعت النقابة العامة للتعليم الخاص في بيان صادر عنها السلطات الموريتانية إلى التريث ومراعاة مصير 8000 مؤطر ومئة ألف تلميذ، وطالبت النقابة بإشراك أصحاب التعليم الخاص في تقرير مصير التلاميذ والابتعاد عن المزايدات السياسية والإسهام في الرفع من مستوى التعليم الخاص في البلاد. وصف الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة حمام قرار الحكومة الموريتانية تكليف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتنظيم الاستفتاء الدستوري وصفه بالقرار الأحادي. واعتبر الحزب في بيان صادر عنه ما سماه عدم استشارة الأطراف المحاورة فيما حصل خرقا مباشرا لما اتفق عليه. لا هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها الإعلان عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق علي والمحمد فال، والرئاسة تعلن الحداد 3 أيام. منظمة نساء الإصلاح التابعة لحزب تواصل تبحث في نواكشوط دوافع الاستفتاء الدستوري وسبل إسقاطه. منتخب المرابطون يحتل المرتبة 93 عالميا وفق التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.